بزنس سبور. رجعنا لكم في بزنس سبور في الجزء الثاني، نواصل معكم حتى التسعة. رحب جديد بسي ماهر بن عيسى. مرحبا سي ماهر. شكرا على استضافتك. رفيق الهرجين العالمي المختص في الاقتصاد الرياضي، مرحبا يا رفيق من جديد. نحكي على اساليب إدارة نادي كرة القدم، النموذج المثالي واقع الرياضة التونسية. قبل ما نكملوا في الاساليب او النموذج التسييري والاقتصادي الافضل للنادي التونسي، لنادي رياضي تونسي لكرة القدم في وقتنا توا، يمكن فما ملاحظات رفيق الهرجين اللي يقول، كنا نحكيه قبل الأخبار على أنه اليوم النوادي لازم تنفتح وتولي شركات وهيك رياضية وغيره، لكن فما فكرة أخرى تقول اللي الرجل الواحد للنادي الواحد هو مثال ينجح في تونس. ينجم ينجح، نقول للأسف ساعات ما ينجم ينجح، ونجح في تونس في عديد في النوادي وفي مراحل تاريخية معينة وحتى اليوم، لأنه كما قلت لك المحب واللعب والمدرب والناس اللي تخدم في اطار النادي الفيزافي نتاعها هو الممول اللي باش يخلص، اللي باش يجيب الفلوس، اللي هو واقف خاصه يكون عنده درايه في كره القدم وفي الرياضات الاخرى. يصير ديريف من بعد، يصير تجاوز في المرحله هذه. ايش معناتها؟ معناتها هو من الاول سي فري اوتوريتير، يفرض الانضباط، فوالا خاطر احنا عندنا مازالت العقليه كيما توا نامنوا لفوز بنزرتي اقوى مدرب في تاريخ تونس، على خاطر الملاعب التونسي يخاف منه. وهي تنجم فيها نقاش كبيره هذه. دونك نفس الشيء يطبق على رؤساء النوادي. نظرتنا ديما الرئيس النادي عند برشا ناس في الكوره في الرياضه اللي هو لازم يكون متسلط، عنده ديجا عنده الفلوس وعنده الواحد ويدخل في كل صغيره وكبيره. معناتها ان بريزيدون كي انترفيان في كل مظاهر تصرف النادي، تسير النادي. يعني مجرد الكور نتاع باش تحولهم من وحده كذا لازم هو يعرف المعلومه تكون عنده سنتراليزي. النموذج هذا باش ينجح اونتر جيمي، نجاح مربوط في ميدانيه المحب التونسي بالالقاب، لانه يعني فما نجاح، فما البرفورمانس سبورتيف رياضيه وقت اللي يهز بطوله ورا بطوله ورا بطوله ورا بطوله. فالطريقه هذيك يقول لك ليه هذاك هو ذاك اللي يمشي مع الشعب التونسي ويمشي مع اللاعب التونسي، يحب رئيس النادي اللي يكون حازم، لانه البديل شنو هو؟ باش يكون نظام بلوز موان ديمقراطي في التسيير تشاركي، يقول لك نضيعوا برشا وقت والملاعب يتحل شويه وتضيع السلطه نتاع الوحده وناخذوا قرارات غالطه ويغيب الانضباط ويدخل بعضه الفستير في الرياضات الكل، وما عادش فما نجاح، ما عادش فما نتيجه رياضيه، لانه في ذهنيتنا التسيير وحسن التصرف هو الفوز بالالقاب. هذه اكبر غلطه. يعني تنجم تلقى نادي ما يهزش القاب وعنده حسن تصرف، مش ناس الكل تهز الالقاب، اما تلقى نادي عنده ستركتور هيكليه واضحه، بناء ملعب، عنده اكاديميه، يبيع الملاعبيه كما كان قبل النجم الساحلي، وصل لعمل تفكر مع عثمان جنيح في الباساج نتاعو، كان متخصص يكون الملاعبيه ويبيعهم وعمل الديفلوبمون نتاعو، استراتيجيه معناتها الديفلوبمون. دونك التو المشكله كونه كي تغيب معناتها التسلط والتفرد بالراي والاسلوب الدكتاتوري هذايا، حتى كي يجيب نتيجه في بعض الاحيان مدى القصير في بعض الاحيان بعد بالوقت يصير تهرم. شنو المشكل بعد؟ المشكله توا كونه كما قلت لك، نعاود نرجع راهو في عديد النوادي اليوم، النوادي اصبحت ملكيه خاصه بالله غالب معناتها، وعلاش؟ على خاطر ما فماش قوانين تطبق. اليوم فما نوادي ما تعرفش وقتاش تصير الجلسه العامه، ومجرد تطرح فكره الجلسه العامه وانتخابات رئيس نادي يتغشش ويهدد بالانسحاب، خاطر يعرف كونه الخيوط اللعبه كل في يديه هو. دونك اليوم فما راهو خروقات قانونيه كبيره. باش يتحل هذا بقانون هياكل واضح كما قال ماهر، يوضح مسؤوليه الشركه بالضبط، وراهو النادي مش باش يولي شركه، النادي باش ينجم يبعث شركات تسير النادي، معناتها يعمل شركه تاع كره قدم، شركه للتسويق، شركه ما نعرفش انا للشبان. اما تشوف انت مثلا هاو علاش نمشيو لاوروبا، نشوف مثلا النوادي في مصر، النادي الاهلي ونادي مجلس الاداره. صحيح محمود الخطيب ولا مرتضى منصور ولا غيره عندهم كل الهيمنه والكاريزما والكاريزما، ولكن زاده تلقى مجلس هي مقسمه لتاش، تلقى فما ديليغاسيون يعدي وتحت مجموعه نتاع الشركات وفما ناس، مش الرئيس اللي يعمل كل شيء، هو يصنع الخطاف، معناتها يصنع الربيع الوحيد. يعني كي يتغشش هو لازم النادي يتغشش، كي يبدا هو مريض النادي يمرض، كي يبدا هو فرحان النادي يفرح. الشخصنه المفرطه اللي توصل كونه النادي يلتصق يسيدونتيفي لشخصيه رئيس النادي، ومش رئيس النادي برك اليوم، الموضه جديده عائله النادي اليوم، برشا افكار توريث يورث النادي لولده لنسيبه اكسترا. دونك
باش نرجع لنقطة مهمة قالها رفيق مهرون، حاب ناخذ رايك فيها، سيرتو كي نحكيو على الأندية من ناحيتك الاستراتيجية اللي تحطها القدام. رفيق قال اللي كل الأندية تحب على الألقاب، لكن فما أندية يمكن يجيها التخصص أنها تكون هي مدرسة لتكوين الشباب. نجم يكون فما ناجح كما موجود في الأندية في البرتغال، كما في فرنسا، كما في هولندا، كي نحكيو على أجاكس أمستردام وغيره. علاش ما عندناش القناعة والاقتناع بالفكرة هذه؟ هو ها نقول لك علاش. الفكرة هذه هي باش تكون موجودة، وهي باش تكون موجودة حتى في المستقبل. فما فرق تاع تكوين، وفما فرق اللي هما باش يفوزوا بالألقاب باش يمشيوا للعالمية. واليوم المشكلة اللي في تونس، حتى في رقم في درجات سفلى يتصوروا الواحد بميزانيات صغار باش يجم يكونوا فرق محترفة، ما يجموش. وإذا لا بالعكس، ماهيش يعني نخبوي، هذه حقيقة. ويلزم اليوم ما تغلبها كان بالقوانين، وكان زادا كيف بالميزانيات، والميزانيات زادا كيف بريفيزيونات. علاش ندخل اكثر في اليوم؟ وهذا من حقهم، يمكن حتى النوادي الاخرين يقول لك احنا نحبوا نحلموا. اما هاو علاش تو حتى في القانون الفرنسي اعطى حق للانديه هذوما تاع الاماتور، واعطى حق زادا كيف النوادي المحترفة. يلزم كل واحد يقوم بدوره. شنو الإشكالية اللي صايرة؟ يعني نقول حتى شوية دور بتاع الإعلام اللي اليوم ما يكونوا تحت الضوء كان النوادي المحترفة. احنا اليوم ما عناش الثقافة اليوم باش النوادي الصغيرة والنوادي اللي عملت إنجازات والمسؤولين عملوا من إنجازات، حتى الرياضات الأخرين باش يكونوا تحت الضوء. نحكيه على مولودية بوسيلم، هاول كونتر إكزامبل، مثال مولودية بوسيلم، كرة الطائرة، كرة أفريقيا، فريق متخصص تخصص في كرة الطائرة، هاي نتيجة وفريق بيان جيري وعنده إمكانية مادية محترمة، عرف يوظفها وألقاب. هذا نموذج نتاع نجاح تسييري. واليوم أنا نقول الفريق مبروك لكأس العالم، مبروك، والحقيقة شرفنا ومازال باش يشرفنا. والفريق هذا شخصيا كنت نتبع فيه، خاطر كان يساهم في مستقبل رياضي المرسى، ومستقبل المرسى رجع زاد حتى في البوليفارد في كرة الطائرة، والفرق هذا محشنا بهم. ولكن حتى هو قبل الخارطة متاع الرياضة في تونس، حتى كنا نعرفوا الطائرة، كرة الطائرة هي فرق شاطئية. واليوم ما شاء الله ونعرف أنا اليوم، وإن شاء الله خاطر نعرف الرئيس متاعها هو اللي تقريبا هو اللي يعمل كل شيء. إن شاء الله على كل حال تولي تقاليد وصولات الجهوية تحافظ على النادي هذه اللي هو مكسب للشمال الغربي كله، مش حتى المدينة المدينة بوسيلة. وهي ولادة الشمال الغربي. لا ولادة. واليوم سواء في كرة الطائرة كرة القدم، وزاد كيف في في في, في الألعاب الفردية. رو احنا باقي اليوم هذه الإشكالية، اليوم غياب استراتيجية نتاع الدولة. ونرجع نقول الوكالة الوطنية للرياضة اللي يلزم الدولة تحطها، خاطر علاش الدولة ما عادش عندها قدرة باش تعمل استراتيجية تاع الرياضة بكل صراحة. اليوم للرياضة، وهذه حتى الوكالة هي وكالة تقريبا تابعة للدولة، لكن التخصص نتاعها هي تنسق ما بين كل الأطراف، وهي اللي تعمل استراتيجية نتاع الرياضة. خاطر اليوم ما عندناش استراتيجية نتاع الرياضة، خلينا نقولها بكل أمانة. واليوم نرجع ونقول اليوم استراتيجية نتاع الرياضة لازم تكون باقي مقسومة على اثنين، الرياضة الغير محترفة الهاوية والرياضة الهاوية والرياضة المحترفة. علاش اليوم فما نوادي صغار هما بيتهم يحبوا يخرجوا تحت الضوء؟ انا نشوف العديد عملوا مسابقة نتاعهم، عملوا مسابقة وعندهم مرشي باهي وجماهير وتبعوا ويعديوا الميديا، ونشكروا وزاد كيف اللي 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 قام زاد كيف انجاز، خاطر عام كامل هو يجري بكل المسؤولين وكل شيء، نجازيهم ونكرموهم ونعطيهم الكتار. اما يعرفوا اللي هما باش يكونوا نوادي هاوية. والنوادي المحترفة اللي هما عندهم قاعدة جماهيرية زادة كبيرة وعندهم زادة تقاليد وكل شيء، هذوما حتى الدعم نقولها بكل صراحة ما عندهمش الحق في الدعم نتاع الحكم نتاع الدولة. الدعم نتاع الدولة يمشي كان للنوادي الهاوية. خاطر علاش نرجع نقول، شوف اليوم قداش خسرنا، مثال البطولة التونسية ما تعديش على القنوات التونسية، خسرنا برشا حاجات. نشوفوا اليوم حاجة أخرى، اليوم مع الأسف شركة النهوض بالرياضة عندها تقريبا 10 سنوات ما عداتش مقابلات تاع الانديه التونسيه. يعني نعرفوا قداش تجم الدخل الرهان الرياضي بالنسبه للانديه التونسيه، واللي كانت عندها بصمه معناتها في اكيد في انا خلينا نفتح قوس نعطيكم الارقام. اخر مره شركه النهوض بالرياضه عملت رقم محترم جدا، 128 مليون دينار سنه 2013. اليوم مع الاسف تعمل في اقل من 20. قديش السوق تقريبا
سوق تاع الرهان الرياضي، وقاعدين نسمعوا كل يوم قداش الارقام. السوق تاع الرهان الرياضي اكثر من 500 مليون دينار، كنا هذو نجموا نستغلوهم باش ناخذوا جانب يمشي للرياضه المحترفه على الاقل، وجانب اخر يمشي للرياضه نتاع الهاوي. ويمشي زاد امكانيات تجهيزات وبنيه تحتيه وغيره. بنيه تحتيه اللي خسرناها توا تقريبا من عندنا اكثر من 7 8 سنوات ما عادش نعملوا في بنيه تحتيه قويه كبيره. ان شاء الله على كل حال تكون استراتيجيه موجوده للسنوات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله احنا من بكري نحكيوا على النموذج التسييري وغيره، معناتها ونعطيوا هكا في مجموعه من الافكار ونحاولوا انه نفهموا معناتها الواقع هذا. لكن السؤال يتسال رفيق ماهر، أنا هو النموذج التسييري الرياضي اللي نجم ينجح فيه مع نادي تونسي الافضل؟ خلينا نقولوا نقولوا ما فماش مثال، نقولوا الافضل حسب رايي فكرتي الشخصيه، يكون نموذج قائم على توازن ما بين السلطه، فما دوزة متاع سلطة متاع تطبيق قوانين شوية صرامة، وفما تشاركية. تشاركية اليوم ما تنجمش انت تصير في تونس ولا غير بلاد في أي بلاد في العالم بطريقة أحادية. اليوم الرياضة محترفة ولا مش محترفة، رياضة منفتحة يلزمها تكون، ما فيهش كان رئيس النادي، فما الأحباء اللي هما فيهم أحباء تقليديين، وفما أحباء هذوما في المجموعات الأحباء الألتراس، المدربين، النوادي، الوكلاء اللاعبين، الاولياء نتاع اللاعبين الشبان، هذوما سيدي فاريابل اللي انت مطالب باش تتعامل معاهم. دونك يولي النادي في الحوكمه الجديده، راه النادي لازم يتعامل مع الناس الكل، النادي لازم يكون منفتح فيه مجموعتين زوز مستويات الرأينا، معناتها مستوى اول نتاع ناس اللي عندها راس المال يكون في شركه عندها تملك معناتها الواحد، وعندها ميزانيات تقديرية تكون مهمة مراقبة ويعملوها ناس محترفين خبراء. دونك يكون فما مثال هذا التسييري، وفما كذلك مجموعة ثانية تكون هيئة تنفيذية تكون هي تسير كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، وتكون عندها تفويض من مجلس إدارة هذايا، ويصير معاهم ديما تشاور. نشاوروا فيش في الأهداف، شو مش تلعب السنة دي، نشاوروا فيش في توفير الإمكانيات، نقاش يصير كما في الشركات، مش كان الأهداف الرياضية زي ده، والأهداف الاستثمار والأهداف التسويقية والأهداف متاع الديجيتال، معناتها الانفتاح. اليوم النادي عنده زادة راف النموذج المثالي في تونس، النادي اليوم لازم يلعب دور اجتماعي. اليوم النادي ينجم يخرج ليماج نتاعو يحسنها، لا راسو يعطيك الصحة، المسؤولية نتاعو المجتمعية، لأنه يعني يؤثر في شبان. اليوم النادي راه ماهوش يجيب فلوس بركة ويدفع في فلوس والنادي اليوم يلزم يكون اليوم أنا الرأس. هذا قبل ما نحكيو على النموذج التسييري يلزم تطبيق القانون، وفما دي نورم. اليوم يلزم الاتحاد التونسي ولا أي إنسان عنده سلطة تفويض لوزارة الرياضة بطريقة أو بأخرى تصير مراقبة. إيش معناتها مراقبة؟ بلي رفيق ثم كلمة كبيرة ياسر قلتها، اللي هي النادي ماهوش ملك كان للألتراس. صحيح. راهو احنا ماشيين مع الاسف في السنوات الفارطه العشر سنوات على اساس النادي هو الملك، ملك الالترس. لا ومصح ملك الناس الكل، ملك العائلات، ملك الكل، مش تخلي الناس تمشي. اليوم مع الاسف سامحني رفيق خسيت عليك، مهم جدا حبيت نقولها، راهو كان نمشي وكان ملك الالتراس راهو ماشيين لاضمحال النوادي. صحيح. اليوم الاحباء معناتها اليوم ان يكون النادي منفتح، فما مراقبه تصير على لي بودجي نتاعو، على طريقه التصرف نتاعو باش ما يخالفش القانون. اليوم القانون قاعد يدمر كل يوم قدامنا في الرياضه التونسيه، ولا احد يحرك، معناتها الدوله عاجزه باش تطبق القانون في الرياضه. دونك هذه كله ارى هذه النموذج المثالي، مع انه زاد يلزمك تكون خبراء، يلزم اليوم تكون تستثمر كوزاره الرياضه وكدوله وفي تكوين حتى في القرايه في الجامعات، تكون مسيرين رياضيين. معناتها يا ناس يخرجوا لبرا يشوفوا تجارب المقارنه، راهو مسير رياضي مش سامتي، مهنه عندها نواميسها وعندها ضوابطها مش في ليله ونهار زاد باش تولي مسير. لا ونمشي بالتمشي كما قلنا بالتمشي. شوف الفكره كنت باش نقولها ما سبقها فكيت علي. لا اما باش نتعمق اكثر. اول حاجه انا راه اليوم اول حاجه يلزم رئيس النادي يكون يملك أسهم نتاع شركة التسيير نتاع الفريق. علاش؟ باش تبدا عنده شرعية على مدى النشاط نتاعو، باش حتى حد ما يجي يقول له باش في القرار نتاعو القرار يكون مبني زاد كيف على صحيح. لكن يكون في إطار مجلس إدارة، والمجلس الإدارة في حد ذاتها تكون تحت سلطة الجلسة العامة. بالضبط. ويكون ممثل من جميع اطياف النادي. بالطبع، خاطر علاش توا ال 20% ولا باش تقعد ولا 30% باش تقعد هي الاصل في الشركه في حد ذاتها هي ملك نادي الام.
وتعرف حتى القانون اللي بيصير كان خرج ان شاء الله الشركه الام الفريق الام عنده 30% هو دوا دو بلوكاج. والحاجه الثانيه اللي اليوم يلزم الدوله كتستثمر في قطاع الرياضه، تعرف اليوم اللي تحدثنا اليوم قلنا احنا مجلس اداره لكن المجلس اداره هذا يفوض مدير تنفيذي طريقه سهله ياسر، مدير تنفيذي اللي على راس الهيئه، على راس الهيئه بالطبيعه، ولكن هو تحت المراقبه نتاع المجلس الاداره والمجلس الاداره بالطبع هو المالك نتاع الفريق ولا صاحب السلطه ولا هو صاحب السلطه. واليوم باش نعطي هنا فكره صغيره جبدها رفيق، اليوم مهنه المدير التنفيذي ولا لو ماناجير سبورتيف في فرنسا هو 5 سنوات بعد الباك ويخلص توا حطوه يا اما بالنسبه للنوادي الغير محترفه ما بين 2500 و 3000 يورو. يعني انت اليوم كي باش تحب تعمل استراتيجيه كامله بالنسبه للدوله كي تخرج قانون هذيك الرياضي اللي كزن معاه تخرج هذا كيف كيف دي دبلوم نتاع هل مش التسيير المسير الرياضي، خاطر المسير الرياضي رفيق كأن ما زلنا نحكي بالعقلية القديمة بالضبط. وطبعا بالطبع المانجير هذا معاه مديرين نتاع مالية مديرين تسويق التسويق التصرف كامل وزاد كيف كيف يلزمنا نخرج اليوم طريقة المعاملاتية المحاسباتية تتغير، ما عادش طريقة نتاع كونتابيليتي جينيرال محاسبة عامة، لكن نرجع نقولوا طريق كونتابيليتي دونجاجمون، شنو هو الفريق اللي قاعد ياخو في انجاجمون للسنوات القادمة؟ يعني هذا تقريبا اليوم كان نجيو باش نفعلوا هذا مش حاجة صعيبة، لا هو مش صعيب، هو اليوم الدولة اليوم تامن بقطاع الرياضة اللي هو نعاود نقولوها يخلق الثورة وإلا لا؟ خاطر صحيح فما الرياضه هي هامه والرياضه للجميع والرياضه هي اليوم تعرف انت حتى المنظمه العالميه للصحه تقول لك تستثمر دولار في الرياضه تربح 8 في الصحه. يعني هذا تقريبا موجود عالميا. انا اليوم هذا حتى نداء منبر هذا للرياضة اليوم إيجا مثالش إيجا نخرجوها القانون مثالش ما عندنا ما خلينا نعملوا تجربة نمشيوا أكثر من هكا في فرنسا كيفاش بدات شنو نقولوا؟ نقولوا مثال اللي عنده ميزانيه نتاع 10 مليون دينار مثال ولا يخلص تقريبا 2 مليون دينار شهور في العام، هذوكم هما يمشيوا شركات مش الناس الكل، على الاقل اليوم نعرفوا احنا نبداو ولا خليناها معروفه ماشي النوادي الناهيه، خاطر توا اليوم العديد من النوادي تشوف حتى كرسي ما عندهاش. يعني اليوم شنو هو ماش عندها امكانيات ماش نجم تعمل حتى شيء فما الاكتيف الكبير شنو هو توا بالنسبه حتى كي نبداو بالشركات هذوما شنو هما العقود نتاع اللاعبين هي اللي باش تكون الاكتيف الهام بالنسبه للنوادي هذوما. مثال نبداو خاطر شوف اليوم يزينا راهو في اوروبا تقريبا صحيح تهز بطوله وتهز انت اليوم مانشستر سيتي بعد 3 أشهر باش تنسى البطوله اللي هزتها وتخمم في جديد وفي هذاك يقعد للتاريخ واحد يتفكر، لكن الاهم اليوم هي ليزيكيليبر فينونسي التوازن المالي بالنسبه للجماهير. وهذا يتعلموه بالممارسه معناتها ماهر، اليوم ما نحكيو على معناتها انجلترا معناتها سنوات طويله معناتها باش وصلوا للنيفو هذايا معناتها وصلوا للفلوس هذه معناتها بعد كل تحس معناتها كل عقد من الزمن فما بطوله انها هي اللي تاخذ الانظار سواء كانت ايطاليا او اسبانيا توصل الانجليزي فما جزء نقطه لهنا فما وكان وفما لهنا حتى تناقض في العقليه ماهر. طيب احنا نحكيو على البطولات الاوروبيه ونحكيو على الفرق الاوروبيه واحنا كمتابعين للرياضه ونتابعوهم معناتها نعطيو كانوا معناتها الشرعيه انهم يقعدوا يستناو سنوات كما نعرف مثلا حتى في المثال البلجيكي معناتها في المنتخب نتاعهم الوطني كره القدم معناتها في بلجيكا، لكن في تونس ما عندناش الصبر، هل اليوم يصبر المحب انه يقعد يستنى سنوات لتعيين هيئه ومعناتها الريزلتا معناتها نتاع الفريق نتاعه؟ شوف اول حاجه يلزم المسؤول يكون مسؤول والمحب يكون محب. اكبر مشكله عندنا في تونس اللي هو المسؤول يكون محب. يعني الزوز ما يمشيوش مع بعضهم، ما تنجمش تكون مسؤول وانت محب. صحيح تحب النادي نتاعك، اما العقليه نتاع التصرف نتاعك لازم تكون نتاع مسؤول. خاطر ناخذوا فما فيها برشا وذكرت فيها الايموسيونيل. انا باش نذكرك حاجه في التاريخ. كيفاش بدات البريمير ليج؟ كيفاش بدات؟ 4 نوادي. مع سكاي نيو سكاي قالوا نعملوا احنا وجاسفوا وخاطر عرفوا اليوم ما عادش تنجم تجلب اللاعبين
المهمين كان ما عندكش ميزانيات. طبعا مع كل احتراماتي، وين اللاعبين التوانسه كلهم وين يلعبوا توا اليوم؟ في بطولات اخرى. كلهم مشاو. خاطر اليوم باش تعمل بطوله قويه انت وتقول لي انت بطوله قويه يلزم ميزانيه قويه، وتقول لي ميزانيه قويه يلزم رؤساء، منين باش تجيبهم انت هذوما الكل؟ يلزم هذايا الكل بالقانون تبدلوا. وزاد كيف كيف اليوم البطوله التونسيه، مثالش نحكيو على كره القدم لكن النجم وبعد نمشيو، يلزمها تتسوق مليح. التسويق. التسويق. يظل هو المعضله اليوم حتى في العالم، حتى كل شيء راه مبني على التسويق، ما عادش حاجه تجي من فراغ. طبعا الصوره التسويق هي اللي تجيب الفلوس، هي اللي تخلي تستقطب رؤوس الاموال، تدفق رؤوس الاموال. اذا نحبوا نعملوا بطوله محترفه وبطوله باهيه بصفه عامه باش النوادي تعرف تسير، لازم تكون عندك بطوله محترمه. مش بشرط تكون عندك بطوله خارقه العاده، معناتها تبدا باش تبدا بالملاعبين اللي عندك. اذا انت تكون تصبر 5 سنين تطلع ملاعبين باهيين في الكاتيجوري كدي، معناتها في الاصغر 4 5 سنين يوصلوا للواحد مع شويه انتدابات ذكيه. تشوف انت راهو مش الانتدابات تاع الملاعبين الفرقه الكل غاليين، راك تشوف اولمبي البيجي الملعب التونسي عنده ملاعبين باهيين، معناتها ملاعبين نتاعك الشراءات نتاع ملاعبية تكون انتدابات مدروسة مدروسة وذكية، واهداف تكون زادة فاسيلمون تهزها، فاسيلمون توصل دور نصف نهائي نتاع رابطة الابطال، مش حاجة معناتها علم اليدون. ما تلزمك يلزمك يلزمك تعرف تختار، يلزمك تعرف تخدم، والتكوين مش حاجة صعيبة راهو، تعرف تحط لي بون الناس اللي يعرفوا. وكيف كيف انت تقول لي المحب ما يصبرش، مش على كيف المحب راهو. فما نادي بعطيها اهداف ساعه، نادي انت محب لازمك تقنعه. ساعه نوع المحب اللي ما يدفع حتى فرانك للنادي. ما فما محب المحب، فما محب تدفع الفلوس، فما محبك اللي قاعد على تليفون. خرج الموضوع هذا، معناتها الوقت يزرب فينا على فرقة الهرجام. خلينا نختم معك ماهر، كلمة الختام. أنا نعتقد اليوم كرة القدم التونسية والرياضة في تونس عندها مستقبل، خاطر 12 مليون تونسي يحبوا الرياضة كيف كيف، كاعتقاد اللي هي واجب وحتى صحي، وزاد كيف كيف يحبوا الرياضه. اليوم يلزمنا نعطيهم الامكانيات باش يجموا. توا انا نقول من الاول 12 مليون، لكن ما يصيرش نبداو ب 12 مليون، كان 12 مليون ناخذوا منهم ونعطيه منتوج باهي باش يستثمروا فيه. خلينا من بعد كيفاش حتى العولمة ونخرجوا الكرة القدم التونسية الأكثر على النطاق الإقليمي والنطاق العالمي. لكن اليوم خلينا نبدأ بحنا نعطيو سبيكتاكل باهي، والسبيكتاكل هذه ما يجي يجي كيف كيف إلا بقوانين نضبطوها. مثالش نعاود ونكرر، فما إمكانية استرجاع الربح في الاستثمار في الرياضة في تونس. فما إمكانية، لكن الإمكانية هذه مش ربح كبير، لكن فيها ما تستثمر قطاع الرياضه في تونس. تخبيه ختمنا مع عمير بالتفاؤل. رفيق نتفائلوا. باش نقول اللي اذا الملاعب الكبير يعمل المدرب الكبير، المسير الكبير يعمل المدرب الكبير، ويعمل الملاعب الكبير ويعمل النادي الكبير. صحيح. تخبيه يعطيك الصحه رفيق، بارك الله فيك. شكرا لك ماهر بن عيسى على حضورك معنا. شكرا انتم للطلب بالاستضافه. يعيشك يا سيدي، شكرا لكم انتم زاد على الاستماع. نقول لكم زينه في الامان.